ازيك واحلى متابعين في الدنيا، انا المعلم زرزور. سبت عالم الشر وابتديت اعمل نكت، فيا ريت تشجعوني باللايك وتقولوا لي ايه رايكم في النكت اللي انا بقولها، ويلا بينا على احلى نكته في الدنيا. بيقول لك مره تليفون قال للشريحه روحي وانت طالع، قالت له يخرب بيتك والرصيد اللي في بطني. بيقول لك مره واحد صعيدي اشتغل في باريس وهو ماشي ركب الاتوبيس، شاف واحده عريانه قاعد يبص لها، قامت قايله له ايه اول مره تشوف واحده عريانه؟ قال لها بصراحه لا، اصل هموت واعرف اطلع الاجره منين. مره واحد سعودي بيكلم واحد مصري، انتوا ازاي لما حد بيسالكوا سؤال بتردوا على بسؤال؟ قال له انت مين اللي قال لك كده؟ مرة واحدة حامل غبية قوي، الناس قالوا لها جوزك بيخونك مع واحدة تانية، راحت لجوزها وقالت له قولي الحقيقة وانا هسامحك، الواد اللي في بطني ده امه تبقى مين؟ بيقول لك مرة عفريت طلع لواحد غبي، فالعفريت بيقول له اطلب امنية، قال له المصحف ما معايا رقمها. مرة واحد صعيدي حب يوصل بلده بسرعة، راح ركب قطر وقعد يجري فيه. واحد غبي قوي راح لبنته يخطبها، قالت له اسفه مش موافقه اصل انا جوايا حد تاني، قال لها بلاش فزلكه وقول ان انت حامل. مره واحده ماشيه على جي بي اس، فجي بي اس قال لها انحرفي قليلا، قامت قلعه الطرحه. بيقول لك مره واحد زهق من مراته قوي، قام قال لها انا زهقت منك وهروح اتجوز عليكي صفنها، راحت قالت موافقه، قام قال لها انت يوم وهي يوم، قامت قايله لا، قال لها خلاص انت يومين وهي يوم، قامت قايله لا، قام قال لها خلاص انت 3 ايام وهي يوم، قامت قايله له لا، قال لها لا، امال انت عاوزه ايه؟ قالت له انت يوم وانا يوم. واحده ست بتتصل بامها وعماله تعيط، امها بتقول لها مالك يا بنتي؟ قالت لها اصل اتخانقت انا وجوزي. قالت لها عادي يا بنتي، ما كل الاجواز بيتخانقوا. قالت لها طيب بس قولي لي اعمل في جثته ايه الوقت. بيقول لك مره واحد غبي قوي راح يشوف نتيجته في الامتحان، لقى نفسه ساقط، راح يتخانق مع امه، قالت له وانا مال انا؟ قال لها قاعده طول السنه تلعب وجاي اخر يومين تدعي لي. مره واحده اتصلت على جوزها وهي متعصبه، قالت له فينك يا زفت؟ قال لها شفت محل الذهب اللي كان فيه الطقم اللي كان عاجبك؟ قالت له ايوه عارفاه يا عمري يا قلبي يا حياتي. قال لها انا عندي الحلاق اللي جنبه يا زفته يا بنت الزفته. بيقول لك مره 3 اطفال دخلوا محل لعب، فصاحب المحل قال لهم انتوا عاوزين ايه؟ اول واحد قال له انا عاوز بالونه، راح جاب له البالون، وسال التاني قال له برضه انا عاوز بالونه، قال له ما قلتليش ليه وانا فوق، راح جاب له البالونه وهو فوق، سال التالت انت كمان عاوز بالونه؟ قام ردد على الطفل التالت وقال له لا، راح نزل الراجل وقال له انت عاوز ايه؟ قال له عاوز بالونتين. مرة واحد محشش قاعد مع واحد صومالي، فالمحشش سأله أنت صيني؟ فالصومالي استغرب قال له لا، بعد شوية رجع وسأله تاني أنت صيني؟ فالصومالي اتعصب منه جدا وقال له يا عم لا، رجع بعد شوية المحشش وسأله أمك صينية؟ فالصومالي اتعصب منه جدا وقال له أيوة يا عم أمي صينية وأبويا صيني وأنا صيني واسمي جون كي. فالمحشش رد عليه وقال له غريبة أصل شكلك صومالي. بيقول لك مره واحد غبي سرق فلوس كتير وما كانش عارف يوديها فين، راح الصحراء وقعد يحفر يحفر يحفر، وبعد ما خلص حط الفلوس وقام حاطط عليها خشب وقال هنا مفيش فلوس، راح جاي واحد غبي تاني وشاف اليافطه قاعد يحفر 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 وخد الفلوس وحط خشبه مكتوب عليها حسنين ما خدش الفلوس. واحد صاحبه مراته ماتت، بيقول له من الصبح عاوز اعيط مش عارف، كل لما اجي انزل دمعه مش عارف، فصاحبه قام قال له تخيل لو رجعت بقى. بيقول لك مره واحد اقرع حس بنمله على دماغه، جاي يشيلها قامت قايله له استنى والنبي يا عم واخر زحلقه. مره واحد مصري بيكلم واحد امريكي، فالمصري ساله ايه اخبار الدنيا معاك؟ قام الامريكي قايل له بالنهار راكب هامر وبالليل راكب قمر. طب وانت؟ بالنهار راكب تريلا وبالليل قاعد مع غوريلا.
بيقول لك مرة واحدة أمريكية وواحدة فرنسية وواحدة مصرية قاعدين بيجربوا صدى صوتهم، فالأمريكية متقالة هلو، فصدى الصوت رد وقام قال هلو. الفرنسية قالت بنجور، صدى الصوت قال لها بنجور. المصرية متقالة هي هي هي، قام صدى الصوت قام قال لها حبيبة باكرة. مرة واحد غبي قوي راح يعمل تحليل دم، فالدكتور قام قال له انت عندك سكر في الدم، فالغبي قام قال له الله يخليك يا دكتورة، ده انت اللي دمك زي العسل. مرة واحد راح يتجوز واحدة طويلة قوي، فابوها قام قايل له مهر بنتي 500,000 جنيه، فقام قال له لا يا عم، هو انت حاسب لي المتر بكام؟ مرة سأله واحد ايه هو الحب؟ هي عبارة عن حرفين، حمار بيكذب وبقرة بتصدق. مرة طالب بيقول له لأمه ابقى تعالى معايا المدرسة بكرة، قالت له ليه يا ابني؟ قال له أصل المستر قال اللي ما يذاكرش أضرب أمه بالجزمة. بيقول لك مرة واحد منحوس أوي عاوز يسافر أمريكا، عمل المستحيل عشان يسافر، وفعلا سافر وهو هناك عرف إن في مسابقة، فراح اشترك في المسابقة وكسب، فراح عشان ياخد الجايزة بتاعته لقى الجايزة رحلة لمصر. مرة واحد حماته دسيتها عربية، فالناس بيسألوه انت مال شفايفك سودا كده ليه؟ قال لهم من كتر البوس في الكاوتش. واحدة بتقول لجوزها انا حلمت امبارح ان انت جبت لي عربية وعلمتني عليها السواقة، قال لها يلا كملي نومك يمكن تعمل حادثة. واحد راح يتفرج على ماتش كرة قاعد جنب ناس قاعدين يقولوا الله حي الاول جاي، الله حي والاول جاي، وقام جاي جون والاول جه، قاموا قايلين تاني الله حي والتاني جاي، الله حي والتاني جاي. راح الجون التاني جه قال لهم فيا يا جماعة، فيا يا جماعة، اللي شاف الماتش قبل كده والنبي ما يتكلم. مرة واحد قاعد هو ومراته وبيحشش، ففضلوا يحشش لحد ما نسوا نفسهم، فالباب قام مخبط وهي عمالة تقول جوزي جوزي، قام هو قام يجري ونطت من البلكونة. واحد خطب واحدة وهو مش قوي، فخطيبته طلبت منه صورة وهو مسافر بره، فبعت لها صورة وقام كاتب عليها وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. مرة واحد مستور راح المحكمة قالوا له هات أي حاجة تثبت ملكيتك للبيت، قدام صورة وهو بيسطل في البيت. مرة مدرس بيقول للطالب ضعت كلمة دق في جملة، راح الطالب قايل له دق يا مزيكا. مرة واحد بلدياتنا قاعد على الترعة وهو قاعد شاف واحد بيغرق وبيطلع ايده لفوق، كل ما الراجل يطلع ايده يقوم قال له عليكم السلام، يقوم يطلع ايده تاني يقول له عليكم السلام. مرة ظابط مسك 3 محششين لما وداهم السجن قال لهم انا هخرجكم بس بشرط، ضعوا له كلمة لأ في جملة، الاول ما قال له الشمس تطلع بالنهار لكن بالليل لأ، قام الظابط ما قال له روح، التاني ما قال له القمر بيطلع بالليل لكن بالنهار لأ، قام قال له روح، التالت قام قال له تصدق ان انت ظابط ابن كلب، قام قال له ليه؟ قال له عشان روحتهم هما الاتنين وانا لا. واحد اسمه نادر اتجوز واحدة اسمها نادرة، خلفوا ولد مهدد بالانقراض. مرة اتنين محكوم عليهم بالاعدام، واحد طيب والتاني نادل، فقالوا له الطيب تحب تعمل قبل ما تموت؟ قال لهم احب اشوف امي. سألوا التاني تحب تعمل قبل ما تموت؟ قال لهم محبش اشوف امي. مرة واحد صحى على زعيق وصوت، فراح سأل الجيران ايه في ايه؟ قالوا له اوعى تشرب من الماء عشان مسمومة، قام راجع البيت ومراته سألته ايه في ايه؟ قال لا مفيش حاجة، روح اشرب انت مية ونامي. مرة واحد مش جايل النوم فقام يدخن سيجارة، فبيدور على الكبريت ملقاش حاجة، قام قال اعمل ايه طيب؟ فقام طفي الشمعة ونايم. مرة واحد غاب حلق شنبه، قام داخل على اهله قال لهم تصوروا والله ما عرفتكم. مرة واحد بلدياتنا حابب يعمل إرهابي، راح خطف ابنه ولما لقى ملقاش حد سأل عليه راح قتله. مرة واحد بلدياتنا ماشي في الشارع راح لقى كنز، قال كويس أفضل خريطة. مرة حرامي دخل يسرق بيت وهو بيفتش في البيت طلعت عليه واحدة تخينة جدا، راحت مسكته وقعدت عليه على الأرض، وقامت نادى على ابنها وقالت له روح اجري انده لابوك من على القهوة، فالحرام قام قال له النبي بسرعة يا ابني.
مرة واحدة سمرة أوي لبست لجوزة فستان أحمر، قامت قايلة لجوزها دلعني، قال لها يا فحمة مولعة. طب مرة واحد خلف 7 عيال سماهم 7 أب. مسابقة بين حمار وحش وحمار عادي، بدأ السباق فالحمار العادي وقف، قالوا له ما بتجريش ليه؟ قال لهم والنعمة ما أنا أجري لما يجيبوا لي ترنج زيه. مرة واحد راح يشتري ساعة، لقاها غالية قام راح اشترى 5 دقايق. مرة واحد سأل مراته بتحبني قد ايه؟ قالت له قد ما انت بتحبني. قال لها ده انت قلبك اسود قوي. مرة مدرس بيسأل طالب فافي فبيقول له هات لي 3 أسماء لحيوانات بر مائية. قال له الضفدع وامه وابوه. مرة واحد مسطول بيسأل مسطول زيه، قال له الساعة كام معاك؟ قام قال له معرفش. قال له ازاي ده معايا معرفش الا 5. مرة واحد من كتر ما خسر في البورصة راح لدكتور، فالدكتور قام قال له يا خبر ابيض ده انت ضغطك 70. قام قال له بيع بيع بيع.